مساء الخير وميلاد مجيد. ارتفعت الصلوات والعظات اليوم وقلب الجميع على لبنان المريض الذي لم يدخل بعد مرحلة الميؤوس منه، بعكس جوار ملتهب ينازع للبقاء على قيد الدول. وفي المرض الوطني أو الفردي للإنسان لابد من التشخيص السليم أولا، فكيف سيقارب الطبيب البارع والمفكر اللبناني فيليب سالم أوجاع لبنان والمنطقة؟ وهل من علاج ناجع غير الصلاة وانتظار أعجوبة؟ على خط اختصاصه الأول وسبب شهرته الواسعة، هل من جديد واعد لعلاج مرض السرطان؟ وماذا يقول عمن يدعون امتلاك علاجات شافية؟ هل يبيعون الأمل إلى متعبين أو فعلا لديهم ما يستحق عناء المحاولة؟ الليلة مشاهدينا أسئلة كثيرة في هذه الحلقة الاستثنائية مع ضيفنا البروفيسور فيليب سالم. مساء الخير بروفيسور. مساء الخيرات. شكرا بمرورك هيك على لبنان بليلة الميلاد أن تكون ضيف هذا البرنامج. للحقيقة في كتير ناطرين يسمعوا منك، خاصة اللي عندهم أقارب يعانون من هذا المرض الخبيث، واللي بحبوا يشوفوا بالسياسة هيك نكهة مختلفة لرجل يعيش تقريبا بالعالم كله على الكوكب كله ويأتي من الخارج وهالقد بحب بلده. يا بروفيسور سالم، ينعاد عليك أول شيء. يطول لي عمرك. شو بيعني لك هالعيد؟ بخير. شكرا. هالعيد له معنى كتير كبير. هالعيد هو ذكرى لمولد طفل، لما ولد هالطفل ولدت معه حضارة، هالحضارة هي الحضارة المسيحية التي تؤمن بقوة المحبة وقوة التسامح وقوة التواضع وقوة الغفران، اللي هي أمور أكثر ما نحتاجها اليوم. كل دين هو حضارة، المسيحية حضارة، الإسلام حضارة. نحن في هذا الشرق أغنى الناس في العالم بتاريخنا الحضاري وبالحضارات تبعنا، لأنه الأديان السماوية كلها ولدت هنا، ولكن للأسف حولنا هالتراث وعظمة الدين إلى أسلحة نقتل بعضنا البعض فيها. بحب كمان أقول أنه لما ولد المسيح في مغارة وكبر أعلم وقال أحبوا أعداءكم، ونحن اليوم الأهل عما يقتلوا أهلهم. قال المسيح إذا ضربك على خدك، إذا ضربت على خدك الأيمن فدر له الأيسر. هذه فلسفة كبيرة بحد ذاتها، اللي بتعني انه واجه العنف بالمحبة وباللاعنف وبالتسامح. ونحن اليوم نعيش في عالم كله حقد وحروب ودمار وموت. اليوم هو وقت انه كل واحد منا يرجع لذاته، الى مصالحة مع الذات ومصالحة مع الاخرين. وما حدا في يقول ما بيقدر يعمل شيء، لأنه كل واحد منا بيقدر يملأ إلى درجة ما هذا العالم من المحبة ومن التواضع ومن التسامح، وهذا أكثر ما يحتاج إليه العالم. إذا سألتيني اليوم شو أكثر شيء العالم بيحتاجه، ما بقولك بيحتاج المعرفة، وما بقولك أنه بيحتاج التكنولوجيا، بقولك يحتاج شيء كتير كبير اسمه المحبة. مقدمة كتير حلوة بمناسبة عيد الميلاد ما في شك، بس إذا بدنا ننتقل وندخل إلى عمق السياسة دكتور سالم، اليوم نشوف أنه في دكتاتوريات بالمنطقة تقتل شعبها للبقاء في السلطة، شعب أعزل بينزل لأشهر بمظاهرات بيقول سلمية سلمية، مثل ما شفنا بسوريا، مثل ما شفنا وين ما كان، منشوف أنه لا، نظام فعلا انه ممكن يعمل اي شيء للبقاء اكان بسوريا او غير محل بالتمسك بهذه السلطه. حضرتك بتقول المحبه، اشخاص مثلك بيقولوا المحبه، ما فيك تواجه اليوم تيارات ودبابات وعنف
مثل اللي عم نشوفه بلا ما يكون في ردة فعل، وإلا بصير اسمها خضوع وخنوع لمنطق الأقوى أو لمن يعني فعلا مستعد أنه يتمسك بمنطق القوة وبالسلاح. تمام. فهيدي الفلسفة كيف بتركب على الواقع؟ هيدي الفلسفة إطار عام للإنسان، بس للجواب على سؤالك اللي هو سؤال كتير مهم، برأيي أنه الثورة والربيع العربي والثورة في العالم العربي ما خسرت إلا لمن استعملت العنف. أنا أؤمن بالثورة المنظمة. الشيء اللي عم تقوليه كتير حقيقة، لأنه أوقات بتضطر إلى القوة تتدعم الحقيقة، بس دعم القوة لدعم الحقيقة يحتاج إلى العنف. أنا ماني عم أقول أنه إذا في ثورة وتحتاج الثورة إلى قوة وقوة عسكرية، قد تكون هذه القوة العسكرية ضرورية، بس بدها تكون منظمة، ما بدها تكون ضد المدنيين، ما بدها تكون ضد الأقليات، ما بدها تكون ضد المسيحيين، ما بدها تكون ضد الأعزل، بدها تكون موضوع القوة العسكرية بتصرف ناس عندهم أهداف معينة للوصول إلى أهداف الثورة. أنا كتبت عن الثورة، وأهم شيء يمكن كتبته عن الثورة لكي لا تغتال الثورة، والثورة اغتيلت لأنه لجأت إلى العنف الغير منظم، ولجأت إلى الانهيار، لجأت إلى الانهيار لأنه صار انهارت، بمعنى أنه صار في عدة معارضات. بس اسمح تتنجح لي. الثورة تتنجح الثورة بدها تحديد أهداف، بده إذا اضطرينا أن نستعمل القوة أن نستعملها بالمكان الصحيح، ويجب أن يكون لنا رؤية موحدة تجاه الأهداف. عظيم. بس على مدى 40 سنة مش بس بسوريا، ولكن بسوريا أكثر من غيرها من الدول العربية، تم قمع أي حركة سياسية. إذا 5-6 شباب بيتجمعوا بالشارع، حضرتك بتعرف كانت تطب عليهم المخابرات تاخدهم تحاول تعرف شو عم يعملوا، هل عم بينظموا شيء ضد النظام. يعني معروف مدى القمع ومدى العنف والبطش اللي هيدي الأنظمة استمرت لأنها بتمارسه. تمام. يعني هيدا سبب استمرارها، والصناديق بتجي فولكلور. نزلت الناس إلى ثورة، كيف بدك تطلب منهم أنه يكونوا منظمين؟ ناس ما عندها أحزاب، ما عندها قيادات، لأنه ممنوع. حتى لو بدهم، الشيء الوحيد اللي ضل منظم وما بتقدر السلطات تلغيه هو الدين، الكنيسة، الجامع، ضل المحل الوحيد، الإطار الوحيد التنظيمي. وبالتالي هذه الثورة الموجودة اليوم هي أفضل الممكن بشعب هالقد يعني عانى، ومنعرف أنه في مجازر سابقة، لأن كان في محاولات ثورة وأجهدت. ومش بس عم نحكي بسوريا، بإيران صار نفس الشيء، بأكثر من دولة عربية صار نفس الشيء، بس الفرق أنه هديك الأنظمة ما عندها العامل المذهبي، يعني إن كان تونس أو مصر أو غيرها. فاليوم دكتور كمان الواقعية السياسية، كيف تطلب من الناس أنه يكونوا منظمين محددين الهدف وقت ما عندهم سيستم؟ هؤلاء مجرد ثوار، ما عندهم رأس يعني بعد لينظمهم، ولا حزب ولا شيء. وهذا الشيء اللي الثورة تفتقره. أنا مع الثورة، وكتبت بكل قوة مع الثورة. ما في طريق، ما في مجال لتغيير الأنظمة الدكتاتورية في الشرق إلا من خلال الثورة، والثورة بدها تضيع من وقت إلى وقت، وقد تغتال من وقت إلى وقت. ولكن بالتنظيم، إذا ما في تنظيم لن تصل إلى أهدافها. وأنا برأيي أنه بده يكون عندنا نفس طويل، ما عندنا خيار غير الثورة، بس بده يكون عندنا نفس طويل، حتى لما الثورة بتضيع بدنا نحاول أنه نرجعها إلى المسار الحقيقي. لأنه إذا الثورة بالنهاية فشلت، هذا أكبر قوة لتدعيم النظام الاستبدادي في الشرق. ما منرجع إلى ما كنا عليه،
بل نعود إلى ما هو أسوأ مما كنا عليه. وبالرغم من إيماني العميق باللاعنف، أؤمن بالثورة الحقيقية، ولكن الثورة المنظمة واللي إلى رأس. إذا ما قدرنا عملنا التنظيم وما حددنا الأهداف وما كان عندنا شيء منظم على الأرض، اللي كان قوة عسكرية أو قوة معنوية أو قوة إعلامية أو قوة سياسية، هذا كله بده تنظيم وبده رأس. دون القيادة واضح. السياسية للعمل الثوري لن تصل الثورة إلى مبتغاه. حكيت كمان نقطة كتير مهمة لازم نتوقف عندها، عم تحكي عن ثورة ضد أقليات أو تستهدف أقليات، وحكيت عن المسيحيين، وهيدا موضع يعني سجال كبير بكل العالم العربي، وحتى يعني البعض يعني بيقول إنه الغرب غير موقفه من الثورة بسبب هذه الحملة. النظام الموجود بيستخدم كل الأساليب، منا أساليب اللعب على هذه الأوتار، ويعرف طبعاً استخدام كلمة إرهاب بشكل جيد اليوم طبعاً. ويعرف الولايات المتحدة تتأثر بهذه الكلمة بعد 11 سنة بعاد يعني عن 911 إذا فينا نقول، وهنالك فعلا نوع من رهاب لكلمة إرهاب أو إرهابيين، فتم استخدام هذه المسألة للآخر. وبسوريا يعني كان في نجاح باهر، أنه بعض من يقول يوم أنه يقود الثورة كان خريج من السجون وغيره. فحتى يعني هذه المسائل هل فعلا عم نحملها بأمانة وننقلها للناس ونمحص فيها قبل ما نشوف إذا في الثورة تضطهد الأقليات أم الثورة هي مسروقة ومضطهدة؟ أول شيء اثنين عما يستعملوا الإرهاب. نجح النظام السوري بتصوير انه العدو هو الارهاب، ولكن اثنين عما يستعملوا الارهاب. هذا النقطة الأولى. في تأكيد على هذا الشيء؟ في معطيات؟ يعني احنا عما نشوف كيف النظام عما يتعامل مع المعارضين، كان من كان هذا المعارض. أي حركة، أي نظام يقتل الأبرياء وشعبه هو نظام لا يحترم، لا يحترم مواطنيه ولا يحترم الإنسان. هي مش قضية أقليات ومسيحيين، هي قضية الإنسان في هذا الشرق. وبرجع بقول إنه الخيار الوحيد للثورة يجب أن يكون قيام الدولة المدنية. نعم. هلأ لعما يصير في سوريا أن يضعونا بشكل بصورة إنه إما الثورة وشوفوا شو الثورة أنتجت أفرزت، أو إما النظام. أنا بقول لا، في خيار ثالث هو النضال في سبيل تصحيح الثورة للوصول إلى الدولة المدنية. نحن لا نريد النظام الدكتاتوري الاستبدادي، ولا ونحن نرفض الإرهاب، ونحن نرفض أي حركة لا تحترم الإنسان وحقوق الإنسان. ونحن اللي منريده هو الثورة في سبيل قيام الدولة المدنية التي تحترم كل إنسان. نحن نريد أن تصبح الدولة في العالم العربي دينا مش الإسلام ولا المسيحية، دين الشعب، دين المواطن. كل مواطن بيكون متساوي مع الآخر في الحقوق وفي الواجبات. هل هذا ممكن؟ نعم، بس بدنا صبر وبدنا شجاعة إن نكفي بالثورة. الثورة اليوم، بحب شدد على هالنقطة، هناك محاولة لقتل الثورة مشان هالثورة لا تمتد كمان إلى أماكن أخرى. لأنه اليوم لما بتقولي للناس الثورة والربيع العربي بيواجهوا سخرية مما يحدث. هذا شيء من صميم
استراتيجية لقتل الثورة، لأنه بالنهاية ما لنا حل غير أن نصحح طريق الثورة، وما لنا حل غير الدولة المدنية. نعم، بدي أرجع أحكي عن الدولة المدنية، والبعض بيشوف اليوم أنه هالقد في هذا الشرق أرسينا مفاهيم أنه لا تبعت الشباب إلى الموت بده يكون في عامل الله بالمسألة، وإلا ما بيروحوا ما بيقاتلوا ما بيحاربوا. أكثر الحروب دموية أو أكثر حروب كان فيها تعبئة هي الحروب الدينية، وليس الحروب من أجل الحقوق أو من أجل دولة مدنية وغيرها. الناس ما ناضلت بنفس إذا بدك الحماس وبنفس الشهية إذا فينا نقول. بس بغض النظر عن ذلك، البعض بيشوف أنه اليوم في مشكلة مع الغرب، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية اللي بشرت لسنوات أنها تريد نشر الحرية والديمقراطية وأهمية الانتخابات الحرة والنزيهة وغيرها. كل هذا التبشير تبين أنه عند لحظة المحك منه حقيقي، والدليل أنه بيقدروا بألعاب صغيرة من قبل أنظمة بغيروا رأيهم من ليلة ليلة من يوم ليوم، من داعم لغير داعم لغير متحمس. شفنا طريقة خروج أوباما من المأزق السوري اللي هو وضع حاله فيه، على كل حال يعني ما حدا وضعه غيره، كان حاطط خط أحمر طلع يقول أنه لا، يعني نبش على مخرج لقيله المخرج الروسي. يعني طب كيف ممكن اليوم تطلب من الناس يتحولوا لدولة مدنية للا عنف ليه، ولما يشوفوا حتى في تخلي من أكثر المبشرين بالحرية عنهم؟ مزبوط هالكلام، ولكن أنا بقول أنه إذا نحن بدنا نتكل على أمريكا وبدنا نتكل على الغرب مش لح نوصل إلى مكان. بدنا نتكل على حالنا، بدنا قيادات سياسية تحل مكان القيادات الدينية، نحتاج إلى قيادات سياسية في هذا الشرق بدل القيادات الدينية. وأكبر خرافي أنه نحن نتكل على الولايات المتحدة الأمريكية أو على الغرب ككل لمساعدتنا للوصول إلى أهدافنا. بليبيا حسم الغرب الناتو بضرباته، حسم الصراع. بس نحن بدنا نكون، نحن بدنا نعرف لوين بدنا نروح. ما فينا نتكل على أمريكا أو على الغرب تحدد الأهداف اللي نحن بدنا نوصل لها. بس محلي، في قيم حقيقية أو في مصالح فقط؟ ما في قيم حقيقية، في إنه الغرب يؤمن بمصالح مادية، وتحديد هذه المصالح هي مصالح عسكرية، مصالح مادية مالية، ومصالح تفوق عسكري بالقوة. لذلك أنا أقول إنه لأنه السياسة الأمريكية وسياسة الغرب بشكل عام ما بقى عندها المحتوى الأخلاقي، ما بقى عندها السلطة الأخلاقية، ما بقى عندها القوة التي ترتكز على القيم، فقدت أمريكا القدرة على قيادة العالم الحر. منو صحيح أنه أنت بتقدر تكوني قائدي وأنت فقط وراء مصالح مادية؟ إذا أنت ما عندك أيديولوجيا نبيلة تدعمها المصالح الأخرى بتكوني أنت ضليت الطريق. وأنا أعتقد أنه أمريكا حتخسر دورها في العالم لأنه خسرت الدور الأخلاقي والقيمي. ما فيها دولة كبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ما يكون عندها أيديولوجيا معينة، لأنه هالأيديولوجيا اللي قامت فيها بالنسبة لقضية الحرية وقضية الديمقراطية في الشرق كانت كلها أيديولوجيات كاذبة غير حقيقية. لو أمريكا تريد دعم الديمقراطية وتأسيس نموذج للديمقراطية في الشرق، هالنموذج كان موجود في لبنان، كان لازم تدعم لبنان كنموذج للديمقراطية والحرية. ما كان في داعي أنه نخلق من جديد نموذج في مكان آخر.
ولكن شفنا أنه أمريكا تخلت عن لبنان كنموذج للحرية والديمقراطية. بدي أرجع أسألك يعني مطولا عن لبنان، إذا العالم تخلوا عنه أو كمان يعني شعبه بمشكلة كبيرة أنه لا يستطيع أن يتعايش فيما بينه، بس هل سياسة أوباما كانت انصياع لإرادة الشعب الأمريكي مثل ما بيصورها البعض، أنه أي ضربة ما كانت شعبية؟ كانوا عم بيقولوا أنه نحن ليه بدنا نضرب سوريا إذا سوريا عم تضرب سوريا؟ يعني أكتر شيء سارة بيلين بتويت لقلها. كان في كتير تأثير بالميديا عبر يعني أوتلتس كتير كبار عم بيقولوا أنه هيدي الضربة غير مجدية، وبالتالي كان في ضغط باتجاه الغاء الضربة كنموذج، عم نحكي عن التدخل. بالمقابل البعض بيشوف انه لا، هيدي سياسته هو يعني، ونظام رئاسي امريكا ونظام رئاسي بيقدر الرئيس يعمل شو بده دون عودة لكونغرس، دون عودة للإرادة الشعبية. فشو اللي صار برأيك؟ انا برأيي اولا واخرا النقطة الاساسية انه الرئيس اوباما يفتقر الى مكونات القيادة. هذه الأمور ما بتجي من الكونغرس وما بتجي من الشعب، بتجي منه هو ذاته. هلأ أنا بعمل دراسات وأستشير قبل أن أخذ القرار النهائي، بس ما باخذ قرار وبعدين أستشير وأتراجع عنه وأنا رئيس جمهورية أمريكا. هالشي هذا أفرغ الولايات المتحدة من مصداقيتها وأفرغها من هيبتها. يعني الضرر اللي عمله أوباما بتعامله مع القضية السورية ضر أمريكا كتير، بس ما كان بمحل ما أيضا ينصاع للإرادة الشعبية؟ يعني البعض شايف أنه هيدا الرئيس الأول اللي ما بيروح على حرب لأنه منه شعبية، في حين غيره كان يتفرد بالقرار. وهذا هو الفرق بين القائد والسياسي. السياسي يعمل ما هي مصلحته بالانتخابات وبشوف شو بدون الناس. أكيد والقائد لازم كمان يشوف شو بدون الناس، ولكن القائد في يقنع الناس بأنه الطريق اللي عم يسلكها هي الطريق الصحيح. لا يجب أن لا يخضع لقرار الناس، يجب أن يقود شعبه إلى القرار الجيد. القائد هو الرجل الذي يعمل لمصلحة بلده فوق مصلحته. مشكلة أوباما هو ليس قائدا، هو سياسي، لأنه كل شيء بيعمله يدرس مرجوعه بالنسبة للانتخابات وسياسة الربح والخسارة. القائد ما بيحسب الربح والخسارة لنفسه، بيحسب الربح والخسارة لبلده. طيب هون بدي أسألك، بعدك جمهوري كتير، أنا هل هيدا هو المنطلق أم عم تنتقد سياسة أمريكا أم فعلا هيدا انتمائك للحزب الجمهوري؟ أنا جمهوري ولكنني رجل حر. صحيح، ما في شك. أقول الحقيقة، التزامي الأول هو بالإنسان وبالحقيقة. بس في محل عندك هيك نفس نقدي للسياسة الخارجية الأمريكية بالمطلق أم بس لأنه اليوم في رئيس ديمقراطي؟ لا، منو بالمطلق، أنا عم أحكي بموضوع سوريا. أنا مثلا معه للرئيس أوباما بموضوع إيران. فكرت بدك تحكي بالدخل. بموضوع إيران أنا ضده بكيف تعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي. حسب الموضوع، في موضوع سوريا وفي تردد بالضربة العسكرية، أنا برأيي أفرغ أمريكا من هيبتها ومصداقيتها. ما في بالضرورة كان أنه يحكي بالضربة العسكرية. أنت بتحكي بالضربة العسكرية لما بيكون هذا قرار نهائي. هذه منا شغلة صغيرة أنك تحكي بشغل كبير من النوع وتتراجع بعد 24 ساعة عنها. بس البعض بيعتبر انه التهديد بالعصا افضل من استخدامه، لان يعني التهديد مفروض اوقات يؤدي الى نتيجة افضل من انك تستخدمه وخلص واحد انه عصا وعصا بالاخر يعني اكلناها. بركي كان هذه هي المحاولة.
بس على كل حال بروفيسور، أنا بدي أسألك عن إسرائيل. البعض بيشوف بالعكس، يعني الرئيس أوباما كان أشجع الرؤساء بالتعاطي مع إسرائيل، أغضب نتنياهو مرات عدة بمسألة المستوطنات، كان عنده محاولات جيدة، بس الكل بيعرف التأثير وقوة الضغط للوبي الإسرائيلي أكثر من لوبي يمكن داعم إسرائيل. القائد هو اللي بيعرف كيف يوصل للأهداف. كتير ناس بيحددوا الأهداف بس ما بيعرفوا استراتيجية للوصول إلى الأهداف. مثلا كيف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيحكي عن الاستيطان قبل ما يكون عنده وتوقيف الاستيطان، قبل ما يكون دارس الأمر مع اللوبي الإسرائيلي مع الأيباك ومع قادة إسرائيل. انتهى انه قالوا له انه فيك تقول اللي بدك اياه بس نحن مش رح نوقف الاستيطان، وهيدي كانت اكبر ضربه لهيبه الولايات المتحده الامريكيه. نعم. صعب واحد انه يكون عنده خبره في الدبلوماسيه والسياسه الخارجيه ويعمل خطا من هالنوع. لذلك لحد اليوم ما شفنا بعد تقدم على مسار المفاوضات. بس عفوا إسرائيل بدي اسالك بعدين اكثر عن هذه النقطه، بس ما عمل هزه ما بالمجتمع الامريكي تجاه انه صار في دبيت اكثر، صار في جدل حول اسرائيل وما تفعله اسرائيل؟ قبل ما كان ينحكى بالموضوع أكيد. اوباما فتح هذا الموضوع انه نحن لماذا سنكون حلفاء داعمين دون اي شرط دون مساءله، فوت يعني مفهوم جديد على السياسه بانه صار في مين بيحكي وبيسال. ولكن بنفس الوقت إذا بتدرسي بعمق شو عمل، يمكن كان الرئيس أوباما من أكثر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية دعماً لإسرائيل. دعماً لإسرائيل كان يحكي بهالمواضيع، بس إذا بتنزلي على الأرض وبتشوفي على صعيد الدفاع على صعيد الدفاع وشو عمل لإسرائيل، أنا بقول أنه كان من أكثر الرؤساء الأمريكيين دعماً لإسرائيل. هنتوقف مع فصل أول في هذه الحلقة بروفيسور سالم. حضرتك كنت تقول إسرائيل هي السرطان في منطقة الشرق الأوسط، وكلفتك بعتقد هذه الكلمة كثيرا تماما في واشنطن. خلينا نتوقف مع فاصل ونتابع هذه الحلقة مع بروفيسور فيليب سالم. نتابع مباشرة على الهواء هذه الحلقة مشاهدينا. لن نكسر من السياسة في هذه الحلقة، رح نحكي كمان عن مرض السرطان، عن آخر الاكتشافات. بدي أقول للأسئلة الملحة فقط، رح يكون في كمان إمكانية بالاتصال مباشرة مع بروفيسور سالم إذا عندكم أسئلة محددة له على 01-370-700. كمان ممكن هذه الأسئلة إنكم توضعوها كتعليقات على صفحتي على فيسبوك، وكمان رح أطرحها أنا على دكتور سالم بالساعة المتبقية أو الساعة وربع المتبقين من البرنامج. رح تابع ببعض الأسئلة السياسية معك بروفيسور سالم، خاصة أنه في كتير تعليقات. H Brave عم بيقلك على تويتر: الثورات في العالم العربي تفتقر إلى القيادات السياسية الناجحة، واعتمدت بصورة كبيرة إلى صوت الشباب، وأنا أحترم صوتهم كثيرا. يعني في كتير عم بيعلقوا على قصة وجود قائد للثورة، وأنه هيدا شيء يعني ما ممكن يكون موجود عمليا إلا بمرحلة جدا متأخرة، ربما يكون انتهى الصراع لكي تفرز القيادات. البعض كمان عم بيعلق عم بيقلك: المسيحية مش حضارة، المسيحية دين. بعتقد ما فهموا قصدك في هذه النقطة. في كتير من التعليقات، بس بدي انتقل معك لنقطة حكيت عن النووي الإيراني، عن الاتفاق اللي صار ما بين إيران ودول الـ5+1، وقلت أنت مع أمريكا بالتعاطي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا؟ أنا كنت دايما أقول أنه الحل مع إيران يجب أن يكون حلا سلميا ودبلوماسيا. هالشي اللي حصل خطوة صغيرة، لأنه هذا اتفاق مرحلي لست شهور، ولكن فتح الباب لشيء كبير كتير، لأنه لأول مرة عطى فرصة
للمجتمع الدولي بالمعنى الحقيقي 5+1 للعمل معا. هالشرق كان مفكك وفي نزاعات كثيرة بال 25 سنة الماضية، وكان من أحد الأسباب ما في حلول جيدة، لأنه بمجلس الأمن ما كان في اتفاق بين الشرق الممثل بالصين وروسيا وما بين الغرب الممثل بأمريكا بريطانيا فرنسا. اجت هالفورمولا الجديدة 5+1 يعني ألمانيا، والتعاون مع روسيا والصين، هالمنبر الجديد انه روسيا والصين دخلوا داخل اللعبة، هيدي فرصة جديدة لحل المشاكل، مش بس لحل المشكلة مع إيران بل لحل المشكلة في سوريا ولحل القضية الفلسطينية. يعني بتشوف إيران مفتاح هذا الاتفاق، مفتاح لحل مشاكل المنطقة. إيران كانت ضد الحل في فلسطين، كانت ضد أي حل في سوريا، حل المفاوضات في فلسطين. أي طبعا، وكانت أنه الحل في سوريا لن يمر إلا من خلالها. لذلك هذا تغير دكتور؟ تغير، لأنه هالفورمولا الجديدة عطيت فرصة لإيران أنه تشوف يمكن التحالف مع أمريكا ومع الغرب أهم من التحالف مع سوريا. هي لجأت إلى سوريا لأنه كانت تخسر التحالف مع الخارج. عفواً، هذا التحالف ما كان موجود، كان في عداء يعني شبه كامل، قطيعة عقوبات على إيران. البعض بيشوف أنه إجا هذا الاتفاق ليأول هيمنة الإيرانية بالشرق الأوسط، بمعنى إيران كانت عم بتمد نفوذها لتجمع وراء أكثر ربما، إذا كان الأهمية بالنسبة لها هي العلاقة مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، فأجت من موقع القوة، لأن عندها صار هذه أوراق الضغط، صارت على حدود إسرائيل عبر حزب الله اللبناني، صارت موجودة بسوريا بكل يعني على حدود النفط، على حدود المصالح الاستراتيجية الأمريكية وين ما كان. طيب هلأ لما إيران تجي بهذه السهولة بتاخذ اتفاق من هذا النوع، بيشوف البعض أنه هذا يقوي نفوذها ويزيد أزمة منطقة الشرق الأوسط اللي الصراع فيها هذا النفوذ الإيراني اللي بعض العرب ما عم بيقبلوه، ما قادرين يتقبلوه، ما قادرين يتعايشوا معه. أنا برأيي على العكس، أنا برأيي أنه هالاتفاق سيقود بالنهاية إلى اتفاق نهائي بوقف عملية البرنامج النووي. أكبر نفوذ إيران كانت ستحصل عليه هو بناء القوة النووية، لأنه إذا إيران كان عندها القوة النووية وحصلت على هالقوة ستكون إمبراطوريتها الجديدة في كل الشرق، لأنه بيكون عندها بتصادر أي قوة أخرى بالنسبة للنفط، وما بعد في أي حل في الشرق دونها. هل الاتفاق الجديد برأيي سيقود إلى اتفاقات أخرى يتم فيها تحالف ما مع الغرب، بهالطريقة هيدي فينا نحل قضية سورية، وفينا قد ننجح بحل القضية الفلسطينية ومفاوضات السلام بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. وبالوقت الحاضر بلشنا نشوف إشارات تدل بهالاتجاه. هلا جون كاري عمل شوية تقدم بروجرس بمفاوضات السلام، وشكله حنوصل إلى اتفاق صغير وجزئي ومبدئي بالبداية، وبعتقد أنه جنيف 2 قد حتكون خطوة أولى بالحل لمشكلة سوريا. بس بأي ما لازم نحن نفتكر أنه الحلول بأي تمن اليوم في إيران، البعض يعتبر أنه هنالك تمن ما بيقدر يقدمه هذا الغرب أكثر شيء في المنطقة العربية، مقابل تسهيل مفاوضات السلام مع إسرائيل، مقابل ضبضبة بعض الخلايا المسلحة اللي عندها إياها بالمنطقة العربية، سيكون أيضا الثمن
نفوذا بطريقة ما مختلفة ربما. أكيد، بس بده يكون في تنازلات عن الجهتين. إذا بدنا نقابل شو كان ممكن يحصل إذا ما اتبعنا المسار الدبلوماسي، برأيي كان أخطر بكتير مما سنحصل عليه الآن، لأنه لحد اليوم من سنة 2003 لليوم، يعني 10 سنوات، حاولنا بواسطة، حاول الغرب بواسطة العقوبات يوقف تخصيب الأورانيوم في إيران. ما وقف تخصيب الأورانيوم في إيران، والاتجاه كان ماشي للحصول على القوة النووية. هل اتفاق اللي حصل قد يوقف هذه العملية؟ بس على كل حال إيران كل عمرها يعني تقول أنه لا تريد أن تصل إلى قنبلة نووية بل إلى استخدامات سلمية، يعني ما أخذته في هذه المفاوضات كل عمرها بتقول أنه هذا هو المطلوب مش أكتر. هو اللعبة الإيرانية كانت إيران بالدبلوماسية ناجحة جدا. الكلام اللي كانت تقوله أنه هي ما بدها قوة نووية، كلنا بنعرف أنه هذا كان كلام إنشائي وغير حقيقي، لأنه كل المعلومات من منظمة الطاقة الدولية تشير على أنه إيران كانت في صدد تخصيب أعلى وصنع أسلحة نووية. نعم، طيب يعني هيدا رأيك بالاتفاق النووي، يعني ترى إيجابية ما إيجابية أكيد. قريبة 2014 بتشوفها ستكون سنة جيدة على الشرق الأوسط أم لا ثمار بعد أبعد؟ يعني هذا يتوقف على قيادات هذه المنطقة. أنا أؤمن بالقيادة، ما في حركة قد تنجح دون قيادة. إذا ما في قيادة ما في نجاح، حتى بالفرد الواحد الإنسان القائد هو العقل، دون العقل ما بتقدر توصلي للأهداف. وكذلك بالجماعات وبالعمل السياسي بأي عمل، إذا ما في قيادة ما فيك توصلي لمكان. إذا أنت عندك أحسن باخرة في العالم بس ما عندك كابتن ما بيوصلك للميناء اللي أنت ما بتعتقد. كمان صار في رأي للشعوب غير القائد، في عندك إصرار على الشخص على الفرد على القائد. أكيد في رأي للشعوب، بس اليوم يقال أنه السوشيال ميديا حتى بأمريكا صار لها تأثير كبير لدرجة أنه أمريكا تغيرت من أيامات السبعينات الستينات، حتى من أيامات ويلسون لليوم صارت أمريكا مختلفة، تتأثر فعلا بالحراك الموجود ما بين الناس. بكل تأكيد، بس هذا الحراك يجب أن يفرز قيادات. نعم، بيسألك داود إبراهيم على كل حال بما أنه عم تحكي على القيادات، هل فعلا هناك من يعتقد أن قرار واشنطن بكل ما تمثل على الصعيد العالمي هو قرار شخصي؟ واشنطن الإدارة وليس الفرد. صح. لأنه بعتقد تعليقا على كلامك على فكرة القائد، الناس بيعتقدوا أنه الولايات المتحدة في إدارة معينة وهالإدارة بتشتغل وأجندة وتخطيط معين ما بيتغير. هالكلام غير صحيح. القائد الرئيس له دور أساسي بتحديد، مش بس تحديد الأهداف السياسية، بس تحديد استراتيجية لهذه الأهداف. الرئيس شيء مهم كتير، الشخص مهم كتير، ما في شيء إدارة بشكل عام. الرئيس وانا قد اشتغلت في البيت الابيض على لجنه استشاريه للرئيس بوش. الرئيس عنده بوش الاب الرئيس الامريكي عنده البريفيليج الهائل ان عنده ناس كثير بيستشيرهم، والاداره بتقدم له مقترحات، بس بالنهاية الرئيس يختار. صحيح. القرار الأساسي. الفكرة أنه في إدارة هي بتقرر والرئيس بينفذ هالقرار، هذا خطأ. في معنى اتصال، ما بدي نطره كتير ولو ما خلصنا من الشق السياسي، وعم بيقولوا لي في كتير اتصالات عم تجي على السنترال، أنا بدي أطلب منهم بس يعني بعد البريك إذا ممكن نقدر نتلقى هذه الاتصالات. خليني أخذ الاتصال اللي معي هلأ. مين معي؟ مساء الخير.
حضرتك على الهواء زياد. صحة. يا هلا زياد من البيري، تفضل. مساء الخير، يعطيك العافية. أهلا. ست بولا، حابين بس نوجه سؤال للأستاذ سالم. أهلا. أستاذ سالم يعطيك العافية. تفضل زياد. بس بحب أسألك، بس في شيء دولة بالعالم يعني بتستاهل أن يكون عندها ثورة أكرم من لبنان؟ تفضل. نحن بالاستوديو ما عم نقدر نسمع الصوت بشكل واضح، ما بعرف اذا سمعتوه شباب، تكرروا لي السؤال. نعم. لا عم شوف عم بحكي بس. طيب زياد ما عم نسمعك بشكل واضح. زياد في شيء فيي اطلب منك، فيي اطلب منك لو سمحت تحط سؤالك على صفحتي على فيسبوك، لانه الصوت سيء جدا، اقله عندي بالاستوديو ما عم نقدر اسمعك بشكل جيد. بعتذر منك زياد، بعتذر منك، ما عم بقدر اسمع سؤالك، وكمان باستوديو عم بيقولوا لي انه ما عم بيقدروا يسمعوا السؤال بشكل جيد. خلينا نفوت بمسألة اللي عليها كتير. نجوى معنا مباشرة ايضا باتصال. مساء الخير نجوى نشار، تفضلي. مساء الخير. اهلا. مساء. سؤالك لدكتور سالم. قبل كل شيء انا بدي بحترمه كثير لدكتور سالم، وما بفوت ولا مقابله، لانه مصحح صاحبتي من شيء 35 40 سنه. ميرسي كثير. لانه على كل بدي اسالك سؤال اذا بتريد بروفيسور سالم. تفضلي. صوتي عم بيعمل. تفضلي نجوى سؤالي. نعم. الليمفوسيت عالي، الليمفوسيت عالي 77، وال وكتران العدد، والجلوبيل بلان كمان كترانين شوي، مثل ما حكيوا بانه بنسلفانيا مخترعين شيء هلا بيوصل، وصل للبنان وبيمشي على وحده سنه كبير شوي. في شيء مخترعينه ببنسلفانيا وبيمشي على شخص بعمر متقدم؟ هذا شوي بيتوقف شو سبب علو الكريات الليمفاويه وشو سبب علو الكريات البيضاء بشكل عام. بالبداية تحتاجين إلى تشخيص دقيق بنوع المرض، وبعد ما نعرف شو هو التشخيص فينا نحكي بموضوع المعالجة. نعم. طيب في كتير اتصالات فبدنا نكون قد ما فينا مختصرين. معي محمد شريف بعتقد. مساء الخير محمد، تفضل سؤالك. مساء الخير دكتور شريف. يا أهلا فيك. أنا كنت أخذ عمي سيس وشريف من 35 سنة على العيادة اللي عندك على الجامعة الأمريكية. أهلا فيك. كيف عمك؟ الله يرحمه، أعطاك عمر من زمان، بس أنت صححته يا دكتور، كان معه مرض خبيث بالدم. حبيبي. إيه. يا أهلا. دكتور أنا بدي منك خدمة، في مدامتي عندها كانسر بالفقر الثاني بظهرها. سلامتها محمد. سؤال، في سؤال محدد؟ بدي اسال الدكتور، انا عملت لها بتي سكان، بس اذا فيني يشوفه لحتى هو شو الطريقه مشان اللي عملنا اياها. نعم، شكرا لك محمد. في امكانيه مش بس لمحمد، في كثير اتصالات عم تجي انه اذا بدنا نشوفك، عندنا حالات مستعصيه، عندنا حالات صعبه، فيهم يشوفوك بلبنان. للاسف انه انا باقي بس عده ايام قليله في لبنان. بدك تعيد كمان. ومن الصعب انك تشوفي عدد كبير من المرضى، وبعدين ما عندي عيادة أقدر أني أفحص المرضى فيها. الطب ما فيك تساعدي مريض إذا ما قيمت الموضوع. صحيح. بدقة وبتفصيل. حضرتك قلت أهم نقطة هي الدياجنوسيس، يعني التشخيص السليم أهم شيء. فيني أقول لك بكل راحة أنه قسم كبير من التشخيصات اللي بتنعمل في البداية بتكون على خطأ. يعني وفي مثلا كنت في دبي وفي بنت أصيبت مثل ما اعتقدوا بسرطان الثدي، ولكن أخذت أنا هالخزعة وفحصتها في الولايات المتحدة الأمريكية واكتشفت انه ما عندها سرطان على الاطلاق. هالاشياء اللي ابتكروها كيف بنغشوا بهيك؟ لانه مثلاً هي ما قضية غش، هي قضية معرفة دقيقة
بتقييم التغييرات اللي بتصير بالأنسجة. هو سرطان حميد يعني مثل ما حضرتك؟ لا، هو حتى بنو سرطان لحم. الورم ممكن يكون حميد أو ممكن يكون خبيث. هو من والورم الخبيث هو السرطان. بس هي طلع إنه هالشي اللي عنده إياه بالثدي هو التهاب جرثومي، وبتاخد أنتيبيوتكس لإله وبتشفى شفاء تام. نعم. التشخيص هو الأساس. لأنه إذا ما عندك تشخيص دقيق العلاج بيكون على خطأ. معنا كتير اتصالات، واحد من دبي لحن مرقوا هلأ منك جبت سيرة دبي. مساء الخير. ألو، مرحبا. يا هلا. ممكن لو سمحت يسأل الدكتور بول سؤال؟ في عندي خالتي من حوالي 4 سنين كان عندها بريست كانسر، وعملت كل الفحوصات وعملت الكيمو. الو. نعم تفضل. تفضل. وعملت راديشن وعملت العمليه وعلى اساس خلاص. من حوالي 4 شهور بيكتشفوا انه عندها بالعظمه بالحوض كمان راجع الكانسر. فشافت الدكتور شمس الدين بيقول انه بحاجه لبس راديشن وابر. لانه لساته محله بالبيتي سكان ما في اي محل او شيء ثاني. زهر خلينا ما نسمي اطباء ليلى لو حتى يعني على سبيل اوكي فقط. سوري بعد. لا ولا يهمك ابدا، لكن واضح. بس كنت بدي اسال الدكتور بول انه صحيح انه بس بينعمل راديشن وما في خوف على حياتها ولا في شيء ثاني بينعمل؟ لا اكيد. واذا ممكن اخذ عنوانه للدكتور بول او رقمه اقدر اتواصل انا وياه. اول شيء بروفيسور فيليب سالم. انا بول ابن خيو بول، ما بنعرف مين ضايع. فيهم يشوفوك مثلا بهيوستن او ايه طبعا فينا نعطي ايميل في اي اكيد يعني بده يشوفك بده يروح على هيوستن، ما في مجال شور لانه ما عندي الارضيه والبيئه العلميه اللي انا اقدر اعمل التشخيص الجيد وقيم المريض هنا. وهيدي نقطه اساسيه، اهم مرحله بمعالجه المريض هي المرحله الاولى التي يتم بها تقييم المريض والتأكيد من التشخيص. وإذا بدنا نجاوب سريعا على زاهر، سريعا أنه فيها تاخد معالجة بالأشعة إذا كان عندها فقرة من الفقرات مضروبة. نعم. وأكيد أنه بعد عندها علاج فيها تاخده. نعم. أسامة البسط عم بيسألك، هل يعتقد دكتور يوجد فعلا علاج لمرض السرطان؟ أشك في ذلك من واقع التجارب الشخصية. هو بشك، بس أنا عندي خبرة 47 سنة ومتأكد. نعم. وهناك آلاف من الحالات التي تشفى. التي تشفى صحيح. البعض بخاف أنه بترجع، بس هلأ بنحكي بهالموضوع. معنا ماي. ألو. مساء الخير. يا هلا ماي تفضلي. بوسوار. أهلا. بوسوار بولا، عندي سؤال لدكتور سالم. تفضلي. أنا بدي أقول له أنه أمرار من فحص دم بالجسم بيكتشفوا أنه في كانسر أو من جريب أو من أي التهاب، كيف فينا نعرف مسبقا إذا في كانسر بالرأس وناخد بريكوشن؟ الجواب أنه بتروح عند طبيب، هالطبيب بقيم الأعراض اللي عنده إياها. إذا هالأعراض قد تشير إلى سرطان في الدماغ بنعمل صورة اسمها MRI of the brain اللي بتأرجي كأنه في سرطان بالدماغ أم لا. في بريكوشن مثل ما سألت ماي، في وقاية؟ أكيد في وقاية. لا سرطان الدماغ؟ لا سرطان الدماغ ما في وقاية، بس في تشخيص مبكر. وأي مرض بتشخصي بالمراحل المبكرة بيكون نتيجة العلاج أفضل بكتير من إذا بتشخصي وجع الرأس أو الصداع ألن عليه قبل كانسر؟ عادة معظم الأوقات 99% من أوجاع الرأس بتكون ناتجة عن أمور بسيطة، ولكن أوقات إذا هالأوجاع كانت على تزايد وعلى مدة طويلة أكيد الإنسان ساعتها بيحتاج أنه يعمل MRI للدماغ. أحمد عياش عم بيسألك على فيسبوك، هل غذائنا اللاصحي هو المسبب الرئيسي للسرطان، وخاصة أننا نأكل الكثير من الخضار الكيماوية مثل ما بيقول؟ بعتقد يعني كميات اللي عم تنحط للخضرة للفواكه، يعني من أكبر تحدي في العالم كله اليوم هو سلامة الغذاء، لأنه ما بقى نعرف هالغذاء
كيف كيف اجى بالاول وكيف حفظ عليه. انا بعتقد انه هناك امكانيه كبيره انه هالكيميكلز هالمواد الكيميائيه اللي بنستعملها للمحافظه على الغذاء هيدي ممكن انه تكون خطره كتير. لذلك انا نصيحتي للناس ان نعود الى الغذاء الاقرب الى الطبيعه. يعني كلما بعدنا عن الطبيعه غير المعلب كلما اخذنا ريسك على الامراض، مش بس الامراض السرطانيه ولكن امراض اخرى. طيب هيدا مثبت دكتور؟ لانه بيقولوا انه صار في تجاره اسمها الاورجانيك فود وما في شيء بياكد انه اليوم الخضار العضويه انها فعلا يعني بتؤدي لامراض اقل او وقايه. الاكيد انه ما في اي ابحاث بتأرجي انه الاورجانيك فود والاشياء التجاريه بالفعل انه هي اسلم من الغذاء العادي الطبيعي. وأنا برأيي الغذاء اللبناني هو غذاء جيد جدا لأنه غذاء أقرب إلى الطبيعة. نصيحتي للناس أنه الناس تأكل الأكل الطبيعي الغير معلب اللي ما من زدله أي كيميكلز. معي ريبكا على الخط وفي سؤال من حبيبة قلبي كارين سلامة بتسألك، شخص عنده كانسر بحالة الميتاستاز الكاملة الانتشار الكامل، هل ممكن أنه يشفى؟ بيتوقف على نوع المرض. يعني في هناك أمراض حتى لو كانت منتشرة، يعني في أمراض حتى لو كان المرض موجود بالكبد والدماغ وفي كل مكان من الجسد هناك إمكانية للشفاء التام. بس بالبداية بدنا نعرف كأنه نوع المرض. ما كل عادة من الأمراض السرطانية بتصير بالحالات المتقدمة، نسبة الشفاء بتقل أصعب طبعا. ريبيكا مساء الخير تفضلي. ريبيكا سؤالي تفضلي. بدي أسأل بروفيسور سالم سؤال. بليز حكيم، انا من 7 سنين صار معي بريست كانسر، والسنه فحص الدم طلع عندي فحص الدم المكتوب سي اي، يعني كانسر عالي شوي، يعني مثلا لازم يطلع 31 طلع 34، هالشي بخوف. ما في فحص واحد يثبت انه المرض رجع لإلك. في بده الطبيب ياخذ كل مظاهر واعراض المرض كباكج ككل متكامل. اذا في عم تحكي عن شيء اسمه التيومر ماركر بروتين، وبعتقد هذا انت اللي عم تحكي عنه، اذا كان هو بده يكون 31 وانت 34 هذا ما بيشكل خطر كثير كبير. بس اذا هو 31 وعندك 60 80 100 دون اي شك هذا ممكن ان يشير انه المرض قد عاد. طيب شكرا لكل اتصالاتكم. رح ناخذ بعض اتصالات بس خلينا نتوقف مع فاصل سريع، بعدين في سؤال كثير تكرر، من اين ياتي مرض السرطان وهل الكل معرض وين ما كان عايش باي مطرح باي ظروف؟ فاصل ونعود. نعود إلى بروفيسور فيليب سالم مشاهدينا، ومعنا اتصال من الشاعر نعمي صغبيني. بعتذر نطرتك على الهواء، أهلا وسهلا تفضل. لا 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 بدون اعتذار، أنا بدي أشكرك يا هلا وأشكر تلفزيون المستقبل اللي خلانا نشوف ونسمع هالعظيم يلي بيعتز في لبنان والعالم. بدي أقول له سالم سياسي فهمان وبارع بطب السرطان، افتاح بقلبك عيادي وداوي موطننا لبنان. حلو حبيبي. حلو حبيبي يا نعمي.
أول شيء شعرنا أنا طمنت عليك الحمد لله، يعني انشغل بالي. بدي أقول لكل اللي عم بيتصلوا واللي بعرف تعبانين، وبعرف إنه هذا مرض كتير صعب. طبعا بدي أعتذر، يعني كثافه الاتصالات كتير كبيرة، وعم جرب بأسرع وقت ممكن مر أكبر عدد من الاتصالات. مين معنا؟ وسام، مساء الخير وسام، تفضل. مساء الخير بولا، ميلاد مجيد لها. ألو. إلنا وإلك، تفضل وسام. دكتور سالم، ثلاث أسئلة حول النووي سريعا إذا أمرت. تفضل. الدول العربية 22 مع جميع مقررات الجامعة العربية منذ تأسيسها لن يمتلكوا سلاح إبادة أي نووي، ولن يسعوا لهكذا سلاح، يعني لم يهددوا القارات العالمية والدول المجاورة. اثنان، هل كل من يسعى لتصنيع أو استعمال هكذا سلاح أو يهدد الكون يكافئ باتفاقات دولية؟ ثلاثة، إسرائيل تمتلك سلاح نووي منذ العام 50، هل تلتزم دوليا بعدم استعماله ضد أي دولة مجاورة أو أبعد من ذلك؟ وشكرا لكم. وسام، لحن استثنائيا لحن مرقة، بس الاتصالات هي فعلا اللي عندهم يعني مرض بدهم يسألوا عنه، خاصة أمراض سرطانية وللمصابين أكثر شيء. يعني في كتير اتصالات ما عم ناخدهم لأنه ما رح ناخد السياسة، بس بما أنك اتصلت زمطت خلينا نسمع جوابك دكتور. كل كلمة قالها معه حق فيها، لأنه الامتلاك إيران للسلاح النووي سبب الخوف منه، أنه إذا إيران قدرت تمتلك السلاح النووي بتسيطر على مصادر النفط في الشرق الأوسط كله، وبالتالي تقرر مسار الاقتصاد العالمي. من هنا خطورة امتلاكها القوة النووية. هذا واحد. ثاني شيء، بدون أي شك أنه أمريكا تلتزم أمن إسرائيل، والقوة النووية الإيرانية تهدد وجود وكيان إسرائيل. هو السببين اللي خلى الغرب أن يأخذ قرار نهائي بأنه إيران لن تتمكن من صنع القنبلة النووية. نضال الشريف، مساء الخير، سؤال. مساء الخير، يسعد لي مساكي، مساء البروفيسور عندك. يا هلا، تفضل. دكتور فيليب سالم. دكتور، أنا مدامتي عملي عملية بالثدي من 5 سنين. عملت مساخة الثدي، عملوا له نووي وعملوا له كيميائي من 5 سنين لليوم. اليوم بين معه بالفقرة الثانية، شيء بالفقرة الثانية المرض، عملت لها بيتي سكان لحتى بين معه بالفقرة الثانية. أنا بدي بس من وقتك إذا بتريد دكتور رام بروح لعندك، وين بدك بروح لعندك أفرجيك الملف تبعه كامل. تكرم عينك عبد الرام. تكرم عينك عبد الرام، لكن البيت معروف مين مسألت، بتضلك واصل نضال. نحن بنشكر كرمك يعني بهذا العيد. معنا كريم كمان اتصال. خليني بس أعطي نصيحة واحدة، إذا في أي شيء في الفقرة بالظهر أي إصابة، بنصحك أنك تعمل صورة اسمها باتسكان. هالباتسكان بأرجي كأنه هناك مناطق أخرى في الجسم مصابة أم لا، لأنه هالنقطة هذه بتأثر كتير على ماهية العلاج. دارين، مساء الخير، تفضلي. دارين حضرتك على الهواء. ألو، بونسوار. يا هلا، تفضلي. ممكن أسأل البروفيسور سؤال؟ أكيد. أنا عندي الوالد كان عنده كانسر بالرية اليمين من شي 7 سنين، وتم استئصال قسم منه. هلا من شي سنتين صار عنده بالريال الشمال كمان. اخذ كيمو هذيك السنه ورجع راديو، بس ما استفاد على الراديو. وهلا فجاه كبر عنده الورم بالريال الشمال، وصار عنده مي ورا الريا او تعب، وعم بيعطوه كيمو. صار اخذ مثلا 4 تريتمنت، بس لهلا ضعف 10 كيلو تقريبا بظرف هالشهر شهر ونص، وتعب نفسه اكيد بيستعين بالاكسجين. فهل له علاج؟ سلامته دارين، في علاج؟ أكيد، إذا ما تجاوب للعلاج اللي هو عم ياخده، وحسب ما انك عم تقولي إنه
خسر وزن ونفسه عم يضيق، على الأرجح أنه منو عم يتجاوب على العلاج اللي أخده بآخر شهر شهرين، ويجب تغيير العلاج إلى علاج جديد. في هالقد خيارات بالعلاج؟ في خيارات عديدة. طيب ريما حسن مساء الخير، تفضلي ريما. مرحبا، يعطيكم العافية. يا هلا، سؤالك. دكتور بروفيسور، أنا عندي كيس ميتاستاتيك كانسر فروم براست برين، وهلأ ما في عنا القصة أنه مش بس فوق الليجن، صار في عنا بي سي أس أف بالميت الراس، صار في عنا ميتاستاتيك مالجنين سالس. أنا عم بتعالج هلأ بالميتوتراكسيت، بس بدي أشوف قديش هي البوسيبلتي أنه شفائه، لأنه صارت هلأ بميت الراس وصار شوي الوضع أكثر جدي وصعب. سلام تكريمة. وجود خلايا سرطانية بالسائل حول الدماغ حول الدماغ هو له معنى انه المرض تقدم لدرجة متقدمة، ولكن ما معناته انه ما له علاج. والطريقة اللي عم تاخذي فيها علاج اللي هي الميثوتراكسيد برأيي طريقة جيدة، ولكن قد تكون كمان تحتاجين إلى معالجة لباقي الجسم، مش فقط للدماغ للدماغ وللبسائل اللي بالظهر، بس تحتاجي إلى علاج للمرض ككل. إن شاء الله خير يا ريما. معنا أمل وقتلي مساء الخير. أمل تفضلي. مساء الخير، سؤالك. يعطيك العافية. يا هلا. دكتور بدي أسألك بليز، أنا عندي كارسينويد بمعدتي، أوكي؟ بس حاولوا كذا مرة بروفيسور يعمل لي يشيل لي إياه بالنادور، ما انشال معه، على أساس البوزيشن تاعته كثير صعبة، وأنا عاملة عملية زمان، فجدار المعدة مجعلك. ما انشال معه، قلت له خلاص ما بدي اعمل شيء ولا بدي اشيله. كثير خطير اني ضلني هيك تركت القصه، ولا لازم اعمل شيء؟ لا، لازم تعملي شيء، ما لازم تتركي الكارسينويد دون علاج. بترجعي لطبيبك وبتشوفي انت وياه شو هو العلاج اللي مفروض انه هو يعطيك اياه، ولكن نصيحتي انك ما تتركي الاشياء دون انك تواجهيها بالمعالجه. عم بيسالوني كثير عن اشخاص عم بيقولوا انه عندهم اكتشافات بمرض السرطان، ما رح سمي يعني، في طبيب عم بيتسمى اكثر من مره، هل فعلا هنالك شيء ما حتى لو منه معترف فيه يعني يستحق المحاوله، ام هيدا مجرد بيع امل ووهم؟ لازم يكون الدواء ابروفد او اليائس بيحاول اي شيء؟ هذا سؤال مهم جدا. بخبرتي ب 47 سنة في الطب وفي الأبحاث السرطانية، بعد ليومنا هذا لم أجد مريضا واحدا شفي خارج العلم، خارج الكونفنشنال التقليدي يعني، حتى بالطب البديل ما شفت شفاء. ما في شيء اسمه طب بديل. كلمة طب بديل لعب على الكلام، لأنه يعني أنه في طب، هذا طب، وفي طب بديل لما بيريدوا، هذا alternative معناته خيار. صحيح. هذا هالخيار وهم غير موجود في إما طب جيد أو طب مبني على الخيال. في سؤال عم بيسألك عن أعجوبة، هل صاير عجايب بالسرطان أم كمان هذا غير مثبت كطبيب؟ الأعجوبة الأعاجيب بيعملها ربنا وحده. شفت حضرتك، عينت حضرتك، حتى القديسين ما بعتقد حدا قدر عمل أي أعجوبة. الأعجوبة هي فقط لله. بس عفوا يعني عبر القديسين خاصة بالدين المسيحي في كميات وألاف كما تقول. من خبرتي لم أرى حالي واحدة كانت أعجوبة بالمعنى اللي نحن بنعتقد فيه انه هذا هيدي أعجوبة. طبيا ما عينت شيء تسميه أعجوبة ابدا، حتى اللي شفناه بلبنان اكثر من حالة حكى عنا الضوء عليها. حدة حالات شفتن في لبنان، معظم هالحالات كان انه بالبداية كان في خطأ في التشخيص
وما كان في كانسر من البداية. أنا كنت على كنت قيم على جهات كبيرة عالمية بالنسبة لتقييم الأعجوبة. أنا أؤمن بأن الله عمل أعجوبة كبيرة في خلقه وبإعطائنا هذا العقل. هذا العقل هو اللي بيعمل يصنع المعرفة وبيصنع العلم اللي بيؤدي إلى أعجوبة الشفاء. أنا ما شفت مريض ليومنا هذا تكون موضوعي نجي نتيجة أعجوبي. مثلاً العجيب في كتير أوقات مريض بياخد علاج وبعد ما ينتهي من العلاج بيصير عنده كتير أعراض بيروح بيقعد مثلاً بكنيسي بيقعد بسيدي وبيقعد شهر وشهرين وبعدين بصح. أكيد الإيمان له دور كتير كبير، دور نفسي بتقصد؟ إنسان نفسي إنه يعطيه الأمل، يعطيه القدرة على متابعة العلاج، القدرة للتعامل مع المرض، ولكن ما عنده القدرة للشفاء بمعنى أنه هو يشفي مباشرة. طيب. لذلك لم أرى ليومنا هذا مريضا واحدا شفي نتيجة ما يسمى الأعجوبي. هلأ مين بيقيم كأنه المريض شفي أم لا؟ هذه قضية كتير كتير دقيقة. طيب. ما من مكان ولا أي طبيب في قيم كأنه هالمريض كان عنده سرطان وشفي أم لا. يعني شغلة كتير صعبة. نعم. كمان معي اتصال، بعتذر عم بسرع عليك يمكن، بس الاتصالات فعلا كثيرة. بس هذه نقطة كتير مهمة. صحيح صحيح. مين الاسم اللي معي؟ لو ماجدة، مساء الخير، تفضلي ماجدة رفاعي سؤالك. ألو مساء الخير دكتور. أنا بحييك كثير. ماجدة بليز، كنا بنتمنى أنك تكون تضلك عنا بلبنان. ماجدة ما تسمعي صوتك من التلفزيون، بس لو سمحتي وطي التلفزيون، اسمعينا من التليفون. ايه اوكي. أهلا لك ولنا، تفضلي. اوكي. اوكي. ايه كنا نحن انه نخسر هيك رجل عظيم وموضوعي. ما وطيت التلفزيون يا ماجدة. يعني نحن حظنا قليل اللبنانية دايما. فبدي اسألك دكتور، انا عندي تدقق بالعظام. نعم. كتير قوي، وهل هيدا بيأدي شيء لكانسر أو شيء؟ لا، ما في أي علاقة بين ترقق العظام والسرطان. طيب شكرا. ليندا تفضلي، مساء الخير. مساء الخير فتنا. يا هلا، إلى السؤال. أول شيء كل عام وأنتم بخير. تسلمي. الله يسلمك. وحياتك في سهرة عمره 58 سنة. ما حاسس بشي وبدخن كتير، بس ما كان حاسس بشي إلا من بعد ما صار انتشر، ولا في وجع ولا في شي، إلا آخر شي صار يضيق نفسه. طلعت النتيجة، بلش على تحت غشاء القلب، شلوله مي ودم، إلو شي 3 أشهر القصة. وبعدين لقيوا إنه من بعد الفحوصات كلها بالرواية بالكبد بالبنكرياس بالغدد، وعم بيعمل الكيمو إلو شي 3 أشهر، بيقولوا عم بيتحسن. معقولة؟ بس هيدا اللي بدي اسمعه من الحكيم يطول عمره، ممكن يشفى هالشي وما في وجع بعده لحد هلأ؟ صعب اقدر اقول لك انه بيقدر يشفى ام لا، لانه ماني مطلع على الحالة بشكل دقيق. بس بقدر اقول لك انه اكيد في علاجات اللي ممكن ان تحسن وضعه كتير، وبقدر اقول لك انه في اطباء كتير بلبنان قادرين وممتازين لمعالجة هذا الموضوع. عبد الرحمن عيتاني، مساء الخير، تفضل سؤالك. مساء الخير. يا هلا. سؤال. بليز بدي أسأل دكتور، أنا عندي كان بال 2007 ليبوساركوما، طلعت لي بإجري وأخذت لها راديو ثيرابي
وعملت لها وايد اكسجين سيرجري باخر 2011 تقريبا، طلعت بالريتروبريتونيوم، رجعت وعملت لها راديوثيرابي على اساس اعمل سيرجري. صار عندي ميتاستاسيس، عمل ميتاستاسيس لونج وعمل ميتاستاسيس بلفس، يعني بطريقه غريبه مع انه كان ستيج 1، يعني كان ميكسويد ساركوما. عملت كيمو، عملت 5 سايكل وراحوا اختفوا تماما. يعني بعد حوالي سنه رجع طلع تيومر تاني على البارتو دي جلاند، يعني شيء بشكل غريب انا ماني عارف كان يعني شو هو. عملت له كمان اكسجين، بين انه انترميديت هالمره، منه كان ستيج 1. ورجعت بلشت كيمو وعملت حتى بيت سكان، بين بمناطق تانية وكان اجريسيف اكثر من الاول. هلا اخذت كذا رجم من كيمو ثيرابي بس ولا واحد نفع. دكتور عم بيقول لي هلا نحن يعني وي كانت دو اني ثينج، يعني ما فينا نعمل شيء. حتى انه اخذت دواء عند الالترناتيف تريتمنتس، يعني عم بعمل اشياء الترناتيف، عم بعمل هيربل، عم بعمل فيتامينز، و مش عارف يعني شو بدي اسوي. اثرت مواضيع مهمه، احكي عن نقطتين. اكبر خطا يحدث في معالجة الأمراض السرطانية لما المريض بياخد علاج مثل ما حضرتك أخدته واستفدت كتير وبعدين وقفت العلاج، توقيف العلاج هو خطأ كتير كبير. حتى لما بنعطي معالجة 5-6 سايكلز والمريض بكل الأعراض تبعين المرض تزول، ما معناته أنه المريض شفي. لازم أن نحاول أنه نعطي العلاج الكيميائي لمدة كتير أطول. يعني إذا حدا بيسألني شو هو أكبر الخطأ يستعمل يوميا في معالجة الأمراض السرطانية، جوابي بيكون مثل ما حدث معك، أنه العلاج يتوقف لما كل الأعراض وكل الأشاير تبعين المرض تزول. بالفعل وقتها لازم نعرف أنه هالمرض هذا حساس كتير لهالعلاج ولازم نكفي العلاج بكل قوة لمدة أطول. هيدي نقطة كتير مهمة. النقطة الثانية، هل الحكيم بيقررها؟ أكيد مش عبد الرحمن هو اللي قرر يوقف طبعاً. يعني بس لما المريض بيعرف بيتثقف في هالموضوع بيبحث هالنقطة مع طبيبه. طيب نقطة تانية. النقطة الثانية أنه لابد، ما بعرف أي شيء الأدوية اللي أنت أخذتها لحد اليوم وبتشعر أنه ما بقى في أي علاج، بس على الأرجح أنه يكون بعد في علاجات، خصوصا من العلاجات الجديدة اللي مستهدفة اللي ممكن أنك تجربها. وبنصحك أنك ترجع لحكيمك وتبحث معه كأنه هناك إمكانية أنك تاخد أنت دواء من الأدوية الجديدة اللي ممكن أنها تنفع بالأمراض، مثل دواء اسمه سيوتنت ودواء اسمه بابازينب. هالأشياء بدك تبحثها مع طبيبة. تسمح لي استثنائيا لعبد الرحمن، اطلب منه عبد الرحمن عيتاني اتصل فيي، بعت لي مسج على فيسبوك او حط كومنت على الصفحة، اعطيني رقمك انا رح اتصل فيك رح تابع مع بروفيسور سالم لنشوف يعني بالتفاصيل اكثر شو هي الحالة وسلامة قلبك. معنا اتصال من النائب عاصم عراجي. مساء الخير استاذ عاصم، اهلا وسهلا. مساء النور لك وللدكتور فيليب سالم. يا هلا فيك دكتور، بينعاد عليكم ان شاء الله. وعليك ان شاء الله. دكتور سالم، انا صحيح انه حكيم قلب بس يعني دائما عم تابع الامراض السرطانيه وانتشار الامراض السرطانيه وخاصه في بعض المناطق، يعني في اذكر لك مثل المناطق اللي على حوض نهر الليطاني، الضيع والقرى الموجوده على حوض نهر الليطاني، يعني نسبه امراض السرطان دكتور زياد دكتور فيليب منتشره بشكل كتير مخيف ومقلق حقيقه، وخاصة سرطان البنكرياس وسرطان الكولون.
يمكن نتيجة الالتهابات اللي تفضلت وقلت انت انه عم تزيد من نسبة حدوث امراض السرطان نتيجة وجود تعرف انت بمجرى نهر الليطاني وجود الانالين ضاي وجود النيتريت وجود مادة الميركوري وانتشاره يعني حتى انت بتعرف مجرى نهر الليطاني عم يوصل هلا للبحر المتوسط يعني عم يروح على منطقة الجنوب من الباقي على الجنوب فازدياد امراض السرطان دكتور فيليب حقيقة اصبح شيء مقلق بلبنان وانا بتهيألي البيئة عم بتساعد كتير بانتشار الامراض السرطانية في لبنان مثل ما عم بيصير في عندكم بمنطقة شكا او بمنطقة سبلين فيعني حقيقة حبيت اعمل المداخلة هيدي بس لحتى يمكن انت ما عندكش كتير بعد يمكن صار لك فترة قريبة هلا بلبنان عن الستاتستكس بالنسبة لزيادة امراض السرطان حقيقة زيادة امراض السرطان بلبنان اصبح شيء مقلق وعم بيكلف الاستشفاء كتير وشكرا لك وللست بولا خلينا نحيي انسانيته لدكتور عراجي لانه موجود مع الناس بشكل يعني دايم وبتابعهم اكثر ما بيطلع على الاعلام وهيدي تحيه كبيره لإله على هيدا الجهد اللي نحن بنعرفه يمكن الناس ما بتعرفه تفضل وهو هالكلام اللي قاله كلام مهم وجيد وحقيقي ونحن بنعرف انه البيئه قصه مهمه وقصه كبيره إذا بناخد مثلا معامل الإترنيت بشقة ووجود الأسبستوس بشكل كبير بتلاقي أنه في كتير حالات من سرطان الرئة والميزوثيليومز وخصوصا عند المدخنين لأنه التدخين مع الأسبستوس بيعمل بيصير الريسك أنه الإنسان يصير عنده سرطان الرئة بيصير الريسك كتير قوي لذلك أنا معه 100% أنه بيكون في شيء في هالمنطقة اللي هو مسؤول عن ارتفاع نسبة الإصابات بالسرطان وهذا بده دراسة وللأسف أنه بلدنا صار موبوء أكثر المناطق فيها مشاكل بيئية كتير كبيرة بس حكيت نقطة كتير مهمة عن التأثير البيئي إضافة إلى الدخان طبعا. اليوم عندنا مشكلة نحن منعاني منها كان في قانون صدر عن المجلس النيابي أخيراً منع التدخين بالأماكن العامة ما عم بيتم احترام هذا القانون بأكثر الأماكن الناس عم بتدخن وفي حجة بيستخدموها الجميع نحن مش أطباء يعني بس بيستخدموها أمامنا إنه البيئة كلها ملوثة هلأ سيجارة شو رح تعمل هلأ حضرتك أثرت بعتقد هذه النقطة قديه بتعمل هالسيجارة دكتور أنا التلوث بشكل عام من أهم أسباب الأمراض السرطانية تلوث بشكل عام بس أكبر تلوث هو التلوث بالتدخين المباشر لعبك. المباشر لذلك الإنسان ما في يقول أنه بما أنه البيئة ملوثة أنا لشو توقف التدخين هل المنطق خطأ يمكن في أشياء في البيئة ما عندنا القدرة على تغييرها بس عندنا القدرة أن نوقف التدخين صحيح خلينا نتوقف مع فصل أخير في هذه الحلقة ونعود إلى بروفيسور فيليب سالم يا ريت بلشت من اول هيدي الحلقه مع اتصالات المشاهدين لانه بعتقد احلى هديه اليوم على الميلاد الامل اللي عم تعطيه حضرتك واللي عم تقول دائما انه في امكانيه وفهمت منك انه أسوأ ما يحصل اليوم اكان بلبنان او ببعض الدول هو العلاج الخاطئ التشخيص الخاطئ وعدم المتابعه يعني في كثير ناس عم بتعاني من هذه المساله خلينا اخذ اتصال محمود عبد الله تفضل محمود سؤالك محمود مساء الخير تفضل محمود حضرتك على الهواء مسيكي بالخير يا هلا مسيك بالخير دكتور طول عمرك ينعاد عليكم جميعا تفضل محمود ستنا بدي اشرح موضوع لدكتور سريعا في كتير اتصالات محمود بالموضوع مدامتي من حوالي سنة عملنا لها عملية شلت الرحم سمعتيني طبعا تفضل مدامتي من حوالي سنة شلنا لها الرحم وطلع ما من هديك المرض فأدى إلى رواية يعني رواية وبداخل جسمها عم نعالج هلأ كل الوقت وكل 15 يوم عم نعمل علاج وزاد الأدوية عليها واسم الله صرت صحة من 63 ل 80 وشوي بقى بدنا نشوف الدكتور انه ملي النتيجة بعد هالسنة صرنا سنة ويومين على الأد على هالحالة هيدي دكتور
ما بعرف بالضبط شو نوع المرض بدقة اللي أصيبت فيه ببيت الرحم، ولكن دون أي شك أنه هي تحتاج إلى العلاج الكيميائي اللي عم تاخده، وإذا هالعلاج كل شيء هو هالعلاج عم يعطي مفعول وهالمرض عم يدوب في الرئتين، كل ما بدك تكفي هالعلاج. ولكن إذا وصلت لمرحلة أنه هالمرض عم يزيد بدل ما أنه يقل، معناته العلاج لازم يتغير. فؤاد غدار، مساء الخير فؤاد، تفضل سؤالك. تفضل فؤاد. فؤاد مساء الخير. طيب مين معنا؟ هلو، فادي مراد، مساء الخير، تفضل فادي. مساء الخير، يا هلا، سؤالك دكتور. حكيم، انا عندي مشكله، كان بلشت وجع بالدينه من حوالي 6 سنين، فمن وقتها شفت تقريبا شي 6 حكمة ديني، حكمة اخر شي حولوني حكمة اسنان. حكيم اسنان قال في عندك مشكلة بالغدة النكفية، عم تضرب هي على وجع الدينة، ما في ينام بالليل على اليمين مالة الوجع مالة الدينة. حولني عند حكيم حنك. حكيم الحنك اول ما شافته شاف الاكس راي قال لي بدك عملية، في عندك ورم بدنا نشيل لك الغدة النكفية. رجعت شفت حكيم تاني عمل MRI، الMRI الأول وحدة عملها قال لي في ورم قد حبة الجوز بالغدة النكفية ورا الدينة، قال لي ما نشيل لك يا دغري. ما قلت له مثلا، سألته إذا فينا نشيل خزعة نتأكد إذا سرطان قبل ما نعمل فحص دم، قال ما في مجال دغري، ما ننشق ونشيل الغدة بعدين بنشوف شو هي. عمل MRI ملونة كمان ما نفعته، بس حاب شوف إذا في أي علاج قبل ما نعمل هودي، قبل ما نشيل يعني نعمل عملية ونشوف إذا في مجال نعمل خزعة نتأكد إذا سرطان قبل ما نشيل الورم. سلامتك يا فادي، شو دكتور؟ جوابي إنه ما لازم تعمل الجراحة النهائية لهالشي قبل ما نعرف نوع هالشي، وتنعرف نوع هالشي معناته بدك بايوبسي صغيري مشان نتأكد من نوع المرض قبل وضع استراتيجية لعملية جراحية أكبر أو لأي علاج آخر. زرع كل شيء يبدأ بالتشخيص الدقيق، لذلك أولا كل ما تحتاج هو بايوبسي لهالشيء اللي هو زرع. زرع. طيب خلينا ناخذ كمان اتصال من جوزيف عبد الله. تفضل جوزيف، يا هلا. معك، يعطيك العافية. أهلا، سؤالك. سؤال، كان بلش الكانسر بالصدر الأيمن، عطيو تاموكسيفين 5 سنين من بعد ما شالوا ربع الصدر. بعد 5 سنين قال له بدي اضطر وقف التاموكسيفين، ما عاد عطى دواء تاني، قب تاني صدر، اضطرينا نشيل الصدر كله، وبلشنا بعدين بالفيمارة. قطع الفيمارة هلأ 5 سنين بدو يوقفوا. طيب شو بنعمل بهيك وضع؟ أنا قلت له للحكيم طيب فينا نرجع للتاموكسيفان، يعني حسيته مثل كأنه مش مقتنع، قال لي بنرجع للتاموكسيفان. أوف، هيك بناء أنا على رأيك. طيب 5 سنين هيك 5 سنين هيك، يعني محروقين ما عارفين شو جديد أو شو بأي مجال بدنا نفوت، أو شو في دواء من بعد إذا وقفنا هالدواء. بروفيسور، الجواب هو أنه لازم أنت تعمل تقييم جدي تنشوف كأنه هالمرض بعده موجود أو هل هو منتشر بالجسم أم لا. في ضرورة أنك تعمل هالتقييم هذا وتعمل شيء اسمه PET scan. PET scan بيحدد إذا في بقايا من هالمرض أم لا. نعم، إذا ما في بقايا من هالمرض لازم تبحث مع طبيبك إمكانية أنك توقف العلاج الهرمونات. علاج الهرمونات يختلف عن العلاج الكيميائي، لأنه الهرمون بيجي وقت بدك توقفه كليا لأنه الضرر ممكن يصير أكثر من المنفعة إذا استعمل لمدة طويلة كتير. نعم. طيب دونالد بابيكيو عم بيسألك، هو كأخصائي غذاء
بيعتقد انه سم كانسرز بعض السرطانات ممكن شفائها بالدايت المناسب، حميه غذائيه مناسبه، وسؤاله هل ممكن تو ستارف كانسر سيلز؟ هل ممكن انه نجوع اذا بدنا نقول لحد الموت؟ هذا كلام غير علمي. هو يمكن انه يعتقد انه بيشفي هالاشياء بواسطه الغذاء معين، وانا بخبرتي الطويله شفت الاف من الناس اللي ادعوا انهم فين يشفوا بالأكل. مرضى بواسطه الطعام. بس برجع بقول ما شفت اي مريض شفي من هالمرضى شفي بواسطه معالجه بطعام معين. هذا كلام غير علمي واضح، وكلام غير دقيق، وكلام نعم برايي هو تجاري. خلينا نقول لدعد، تفضلي. مساء الخير دعد. ايه مساء الخير بولا، وينعاد عليكم. شكرا. سؤالي انت؟ نعم سؤالي، انا جوزي عنده بانكرياتيك نيورو اندوكراين كارسينوما بس ويل ديفرنشيتد، عمل له ويبل سيرجري، وبعد السيرجري كان عنده الكروموغرانين اي بحدود 5000، نزل لل 200 237، وبعدين هلا عم يتراوح بين ال 237 وال 500، وقلنا حوالي 3 سنين عم ياخذ السندوستاتين لار، كان عيار 20 بس لما صار يطلع شوي عن ال 200 و300 لل 500 زاد له اياه الدكتور ل 30 ملي جرام. بس بدي اخذ راي الدكتور البروفيسور، لانه بيقولوا لنا انه هيدا النوع اللي عند جوزي كثير نادر. نعم. وهل هالعلاج صحيح؟ ونحن اخذنا يعني من الام دي اندرسون بهيوستن وعطونا انه ساندوستاتين نبلش، بعدين في فوتنت وكذا هيك، بس بدي اخذ رايه بهالمرض. سلمت دعد، وصلت الفكره بعتقد. تفضل بروفيسور. العلاج اللي عم ياخده مزبوط، ولكن إذا عم ياخذ سندوستاتين وبعده التومر ماركر تبعينه عالي، برأيي لازم نزيد دواء آخر للسندوستاتين. طيب سمر الحسن عم تسألك، مرضى المنجلي ما بعرف سيكل سيل بيشنتس، هل كان مرضى المنجلي عرضة للأمراض السرطانية أكثر من غيرهم؟ وهل عليهم أخذ احتياطات؟ لا، ما نن على طيب. الريسك اكبر. اوكي ما بدي اقول اسمه، عم بيسالك انه اصيب بسرطان الغدد اللمفاويه من نوع هاتشكن المرحله الثانيه، معقول يرجع؟ شفي منه ممكن يرجع؟ عاده هالمرض بيشفى شفاء تام. نعم ما بيرجع، بس هناك امكانيه انه يرجع. بس حتى اذا رجع هالمرض ممكن يشفي مرة تانية. الشفاء التام بعد طيب. صالح غنام اخر اتصال، وبدي اضطر يعني ما اخذ بقى اتصالات ونختم الحلقه. تفضل صالح. صالح الو منصور، تفضل سريعا لو سمحت. بس بدي اعزبك، بدي اسال الدكتور. انا علي صوتك صالح. الحمد لله يعني، بس عملت تبرعت بالدم، بين عندي صفيره بالدم. صفيره بالدم. الو ايه صالح عم نسمعك، بس علي صوتك شوي ويا ريت الشباب يعطونا هدوء. تفضل صالح. عم قلك انا عملت برعت بالدم وبين عندي صايره بالدم، او هيدي شيء بالكبد، وعملت عمليه شلت المراره، او هلا الدكتور عم بيقول لي بدنا نعطيك علاج كيميائي او شيء. يعني انا الحمد لله ما كان عندي شيء، فجاه فت بقصه ما بعرف كيف تشربكت حياتي كلها، ما كل دكتور بيحكيني شيء، كل حدا بخربط طايح، شو بدي اعمل ما بعرف. سلامتك. بنرجع الى التشخيص الدقيق، يحتاج الى تشخيص شو سبب الرئان اللي عنده اياه. هل هو عنده التهاب جرثومي بالكبد ام لا؟ خلينا نقول بختام الحلقة بروفيسور، اللي كنا حابين نحكي بعد ونستفيد منك أكثر بخلالها، يمكن ضروري ببلداننا أنه نشوف أكثر من طبيب ونسأل أكثر من مطرح، ونحن ندخل يعني إلى الإنترنت، صار متاح للجميع، ويتأكد كل واحد من نوع العلاج اللي عم بياخذه. أنا لاحظت بأجوبتك أنه حتى بالكلام تحت الهواء أنه المشكلة الأكبر هي أحيانا طريقة المعالجة، في كثير ممكن يشفوا، العلاج عم بيكون غلط.
أنا بدي أشكرك بروفيسور فيليب سالم. عم يطلبوا إيميلك أشخاص كتار، فينا نحطه على فيسبوك ممكن؟ ايه؟ مش مش إيميل؟ أوكي، لكن الإيميل رح يكون على صفحتي على فيسبوك. بشكركم مشاهدينا، بعتذر كتير من كل الأشخاص خاصة اللي مصابين بمرض السرطان، حاولوا يتصلوا ما قدروا يدخلوا أو ما قدرنا يعني لضيق الوقت ندخلهم. إن شاء الله بوعدكم بيكون في حلقات أخرى لما يمر دكتور سالم رح نستضيفه ونطرح معه كل هذه الأسئلة اللي بعتقد أهم من السياسة، مرض الناس وشفاء. شكرا على وجودك معنا. ميلاد مجيد مشاهدينا، نتمنى الشفاء للجميع، وسنة 2014 تكون جيدة علينا وعليكم. إلى اللقاء.